بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم في حلقة جديدة من القرآن العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في الجزء 17 من القرآن العظيم، وفي هذا الجزء ونحن نبحث عن محاور نذكر بعضها طبقا للمتاح من الوقت في ذلك اللقاء المبارك، فنجد محورا مهما ينبه الله سبحانه وتعالى فيه على حقيقة يحاول الناس أن يتجاوزوها وأن لا يذكروها وأن يعدوا ذكرها من الأمور المخيفة أو من الأمور غير المرغوب فيها، ألا وهو حقيقة الموت. حقيقة نراها كل يوم، ولو جمعنا عدد الوفيات في كل يوم لرأيناها أنها تكاد تكون في كل دقيقة هناك وفاة. فالموت من الحقائق الكونية، وهي أيضا من الحقائق الإلهية. لماذا أفرق بين الحقائق الكونية والحقائق الإلهية؟ لأن بعض الناس بدأ في ما يسمى بمقاومة الموت، يريد أن ينفي الموت، وبدأ أناس كثيرون يشتغلون على هذا الأمر تحت عنوان دراسة الخلية ودراسة الشيخوخة، والله سبحانه وتعالى حسمها وقال كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فأصبح ذلك حقيقة إلهية، أن الله سبحانه وتعالى حكم بهذا، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. لكن الذي حدث أن بعضهم مثل فورست بدأ في تجارب من أجل إنهاء الموت. صحيح إنها فكرة تكاد تكون فكرة مجنونة، لكنه بدأ بالمقارنة بين الإنسان باعتبار أن له عمود فقري وبين ما له أعمدة فقرية من الحيوانات، وقاس ذلك وتوصل إلى أن شباب الإنسانية 240 سنة. يعني لما الواحد يبلغ إلى 240 سنة يكون في عز شبابه. ومعنى هذا ولو كان الشباب المعتاد وقمة النضج كما أخبر الله سبحانه وتعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، ومن المعتاد أن يصل الإنسان إلى 100 مثلا في العموم، فإن هذا معناه أن 240 سنة دول ضعفهم يصير 480، ونصف هذا الضعف يصير 600 سنة. صحيح أن هذا يوصلنا إلى صدق الكتب المقدسة عندما تكلمت على نوح وأنه دعا في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ويجعل هذا أمرا مقبولا أو أمرا لا اعتراض عليه. ولكن في النهاية فإن هذه الأبحاث لم تصل في الحقيقة إلى شيء، ولكن الذي نقوله ولن تصل إلى شيء، لأن هذه ليست حقيقة كونية فقط يستطيع الإنسان أن يبحثها ويعلم أسبابها ثم يقضي عليها، بل
إنها حقيقة إلهية، والموت في الحقيقة رحمة، لأن الإنسان كلما عمر كلما تراجع في خلقته، ومن نعمره ننكسه في الخلق، ولذلك الكبير يحتاج إلى عناية فيكون ثقلا على من حوله، كما قالوا ربي لا تردني إلى أرذل العمر، وأرذل العمر هو ما تحتاج فيه لغيرك خدمة وأداء، ولم تعد تنظر جيدا فتضطر لمعين لمن يسمعك ومن تقرأ فيه وهكذا، فيستثقل من حولك وجودك، فهذا يجعل الموت راحة ورحمة من تلك المعاناة التي قد لا يكون لها معنى سوى أنها تعطيك ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. ويبدأ الإنسان في عدم القدرة حتى على فعل الفرائض أو على استجماع الأمر، يظن أنه قد صلى وهو لم يصلي. إذن فإنكار الموت ليس من الحكمة، وكان ينبغي أن يقصروا بحثهم في الخلية، في كيفية تأخير الشيخوخة، في كيفية التعامل مع أمراض الشيخوخة والتخفيف من آثارها، أما أن ينكروا حقيقة إلهية فهذا هو الضلال المبين. وحتى لو أنهم أخروا عمر الإنسان في شباب وفي كذا إلى آخره ببرامج وبأبحاث إلى 120 سنة، فإننا محتاجين إلى أكثر من هذا حتى نتبين نجاحهم من عدمه وظن أهلها أنهم قادرون عليها. المحور الثاني قدرة الله سبحانه وتعالى ولطفه بالأمور وحكمته في ما يجريه في هذا الكون. الله بصفاته يتجلى حولنا في هذا الكون، نراها في قوله تعالى في شأن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب إلى آخر الآيات. الآن يوجد في غازي عنتب في شرق تركيا مكان هو ينسب إلى أنه هو هذا الذي ألقي فيه إبراهيم في النار، وهذه المدينة تشتهر عندهم بأنها كانت مكانا لكثير من الأنبياء ومنهم سيدنا إبراهيم، وهناك يحددون مكان إلقاء إبراهيم وكيف نجا وكيف جرت الأمور في هذه القصة التي تثبت معجزة الله سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم ربنا سبحانه وتعالى عندما ألقي في النار لم يجعل النار تؤذيه، النار يصدر منها طاقة حرارية قوية تضر بالجلد، لكن هنا قال يا نار كوني بردا وسلاما. قال العلماء لو أنه قال يا نار كوني بردا لتحولت إلى جليد ولأهلكت إبراهيم، ولكن لابد أن يقول بردا وسلاما فيكون من نوع البرد الذي ينزل على جسم الإنسان نافعا غير ضار. فالله عندما أنقذ إبراهيم لم ينقذه بالضد، بل أنقذه بالوسط،
بأهمية الشيء الذي وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهذا محور يبين لنا لطف الله وحكمة الله، وأنه ينبغي علينا أن نتخلق بهذا الخلق، وألا نهرف بما لا نعرف، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بعد الفاصل نستمر في البحث عن محاور القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا من هذا الفاصل حتى نرى محورا في الحقيقة إنه إخبار بالغيب. لما جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانصرف فقال: أتدرون من هذا؟ قالوا: لا. قال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. سأله: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ ثم سأله عن أشراط الساعة. والمسلمون حولوا هذه الأسئلة الأربعة أو هذه المجالات الأربعة، الإسلام، فصنعوا له علما أسموه الفقه، الإيمان صنع له علما أسموه التوحيد أو علم الكلام، الإحسان صنعوا له علما أسموه التصوف أو الأخلاق. والسؤال عن الأمور المستقبلية التي تؤكد صحة النبوة والتي تؤكد صحة القرآن، إذن فهذا محور مهم حتى لو لم نلتفت إليه، أو سأل بعضهم لما هذه القصة. فتكلم القرآن على هذه المحاور أيضا، ومن ذلك سد يأجوج ومأجوج. يقول تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. من كل حدب يعني من كل ناحية، ينسلون يعني يندفعون اندفاعا شديدا. معنى هذا أنهم كثر، كثيرون، يأجوج ومأجوج. أبو الكلام أزاد باد، وكان وزيرا في الهند مسلما، فسر القرآن، فلما وصل عند هذه الآية أراد أن يعرف أين سد يأجوج ومأجوج، وبحث في هذا المقام حتى وصل إلى ذلك السد. وترجم كتابه الذي تكلم فيه عن هذه الظاهرة، ترجم ونشر، جزء نشر في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وجزء آخر نشر في أيام الشيخ أحمد حسن الباقوري رحمه الله تعالى فيما يسمى بدار الشعب. في هذه الكتب يذهب أبو الكلام الأزدبادي إلى تحديد دقيق لموطن سد يأجوج ومأجوج، وأنه موجود على حدود أرمينية، وهي تلك الدولة التي كانت من أتباع الاتحاد السوفيتي قبل تفككه أو قبل الاستقلال الذاتي لهذه الدول. أرمينيا فيها هذا السد ويسمى بالبوابة الحديدية وإلى يومنا هذا. فالعلامة أن ينهار هذا السد، وهذا السد موجود حتى في جوجل. بعض الناس يقول يعني احنا عرفنا الارض كلها واين هو، لا، ده حتى في جوجل موجود، والف احد الاردنيين كتابا لتحديد
خطوط الطول والعرض له على الجوجل إيرث أو على خريطة جوجل الأرضية التي تأخذ معلوماتها من الأقمار الصناعية المحيطة بالأرض، فهو موجود، ولكن بعض الناس لا يلتفت إليه أو بعض الناس لا يعرف هذه المعلومة. سبق في القرن الثالث الهجري أن بحث هذا البحث، وأرسل الخليفة العباسي نحو 100 من الباحثين والرحالة في الأرض يبحثون عن هذا المكان، وعادوا إليه بذلك المكتشفات، فهو معروف وأشار إليه الإدريسي في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. إذن هذا ليس وهما وهذا ليس خيالا، الخيال تم في القصص الشعبية التي تسمى بالروايات، حدث في خيال على أن هؤلاء آذانهم كبيرة يلتحف بأذن منها ويتغطى بالأذن الثانية وأشياء من هذه الخرافات. هناك فرق بين الواقع والحقيقة، والفرق ما بين هذا الكلام الذي لا دليل عليه. هم بني آدمين وموجودين وموجودين إلى الآن في صورة هذه القبائل شديدة الفقر، وقد يكون هذا سبب لخروجهم بهذه الكميات الكبيرة لغزو العالم. هذا محور ينبغي أن نهتم به. محور آخر نراه أن لكل أمة شريعة خاصة بها توافق الزمان التي جاءت فيه، توافق المكان الذي أرسل فيه ذلك الرسول، توافق الأحوال من أجل تحقيق المقاصد الشرعية الخمسة: حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ كرامة الإنسان، حفظ عرض الإنسان وماله. قال تعالى: لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. إذن كل مكان، كل زمان، كل أقوام، أشخاص، وفي كل حال لها شريعة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نرى هذا المحور في أهميته والإيمان بكل ما أرسله الله سبحانه وتعالى مع اختلاف الشرائع. في شريعة المسلمين يحرم على الرجل أن يتزوج عمته، ولكن ليس كان كذلك في شريعة إبراهيم، كان يجوز للرجل أن يتزوج عمته. إذن فهي أحكام ربانية إلهية لا نستطيع أن نتصرف فيها. نرى محورا آخر وهو المعنى الواسع للجهاد في آخر سورة الحج في قوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. معنى واسع للجهاد، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، أخرجه البيهقي في الزهد. إلى لقاء آخر أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.